ونبقى بالقصر الرئاسي، حيث استقبل رئيس الجمهورية إدريس دبي إتنو أعضاء مجموعة شركة تيم فورد الأفريقية الأمريكية المتخصصة في مجال الكهرباء والبناء. نبقى دائما مع تقرير الزميل عثمان عبد الغني إدريس. أما اللقاء الثالث أخذ جانب استثماري ومعماري وتنموي، جمع بين فخامة رئيس الجمهورية إدريس دبي إتنو برجال أعمال قادمو من الولايات المتحدة الأمريكية بهدف الاستثمار والبناء في تشاد بقيادة السيد ران يافت رئيس مجموعة تيم فورد إفريقيا، وهي شركة أمريكية متخصصة في مجال البناء والتشييد خاصة في مجال المحطات الكهربائية. وخلال المقابلة ناقشوا أعضاء المجموعة الأمريكية مع فخامة رئيس الجمهورية إدريس دبي إتنو في العديد من المواضيع الاستثمارية والتجارية خاصة في مجال الطاقة والكهرباء والبناء. رئيس الجمهورية إدريس دبي إتنو رحب بهذه المبادرة التي انتهجتها مجموعة تيم فورد إفريقيا الأمريكية بهدف الأمل والتنسيق مع الحكومة التشادية في مجال تطوير الكهرباء وإنارة المدن التشادية. عقب خروجه من المقابلة صرح رئيس مجموعة تيم فورد إفريقيا للصحافة قائلا: Our planned power station to supply 150 mega to SNE. تشييد محطة كهرباء بمقدار 150 ميجاوات للشركة الوطنية الأسني لبيعها للمواطن التشادي. عملنا في هذا المشروع بجهد كبير، وأنا أود أن أذكر امتناني وشكري وتقديري لسعادة فخامة الرئيس للدفع وللعطاء والخدمة من أجل المواطن التشادي. كما أكدت لفخامة الرئيس بأننا جاهزين في البدء، وأننا إن شاء الله سنبدأ في أقرب فرصة ممكنة، ويتم تنفيذ هذا البرنامج مباشرة وبمعاونة ودعم فخامة الرئيس ودعم وزير المختص وزير الطاقة، بالإضافة إلى دعم المدير العام للشركة الوطنية للكهرباء. The job immediately execute the project. نذكر بأن هذه المجموعة الأمريكية لها فروع في العديد من الدول الأفريقية خاصة في نيجيريا، السنغال، جنوب أفريقيا وتوغو.